في خطوة تاريخية، بدأت الحكومة اليمنية إجراءات رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق علي عبد الله الصالح ونجله أحمد. هذا القرار جاء بعد توصية من مجلس القيادة الرئاسي وبدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قادة التحالف العربي في اليمن. وفقاً لمصدر مقرب من عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق الصالح، فقد اتخذ المجلس قراراً بالإجماع بتكليف الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية بالتواصل مع مجلس الأمن الدولي من أجل رفع هذه العقوبات. وأشار المصدر إلى أن طارق صالح قدم مقترح هذا القرار وأنه يتابع الآن إجراءات تنفيذه. يأتي هذا القرار كجزء من جهود المصالحة الوطنية في اليمن والسعي لإشراك جميع الأطراف في عملية السلام. وقد أبدى المسؤولون اليمنيون والقادة العرب دعمهم الكامل لهذه الخطوة التي من شأنها إلغاء القرارات الدولية التي فرضت عقوبات على الرئيس السابق وابنه.